قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. طيب يا بشرة اختاري رقم. يا بشرة خمسة. شوف رقم خمسة البشرة. حرف السين. حرف السين، أعطيني كلمات أو صور من القرآن تنتهي بحرف السين. الناس. ياسين. الشمس. طيب بنات، ثلاث بنات يبدون بحرف السين، تبدأ اسمها بحرف السين. سارة. سهى. أمية. ما شاء الله عليك يا أبو سهام. ممتاز، عشان اسمك بالشين جنب السين عشان كده تعرفين بسرعة. تستاهل بشرة، دخلت معنا في السحب أكيد. يا ريان حبيبنا ريان. السلام عليكم. يا ليكم السلام، حيا الله ريان قائد الفرسان والوردة في البستان والكادية والريحان. روح تستاهل كل هذه. يا ريان اختار رقم. رقم أربعة. أربعة، أعطونا رقم أربعة يا شباب. حرف الخاء. أول مرة يطلع لنا الخال ده. طيب أعطينا خمس أسماء فيها حرف الخاء، بنسهل عليك يا ريان. يوجد خولة. خالد. خباب. طيب خلاص يكفي، أعطينا ثلاث أسماء تنتهي بحرف الخاء. تنتهي. هذه خو صعبة. خوخ. من جماعة خوخ. خوخ. أيوة. أي شيء، فاكهة، أكل، أي شيء. ملوخ. بتملخها كذا يا ريان. لا، فيه حاجة مشهورة زي الملوخية في حرف السين تبدأ وتنتهي بالخاء. سبانخ. أيوة ما شاء الله عليك. غير في شيء ولا خلاص يكفي؟ بركة. لا بركة. بركة، شكرا يا ريان دخلت معنا في الساحة. واصل المشوار. مين معنا يا حبايب؟ حنين. سلام يا حنين. عليكم. حنين. أهلين. والله أهلين وسهلين. حنين ذكرى، ذكراكي في السنين، ذكراكي من سنين. حنين أبوها يحبها. آمين. سمي حنين. حنين تسوي عجين صحيح؟ إيه. تحبين تسوين العجين؟ إيه. يا سلام يا حنين. طيب يا حنين اختاري رقم يا حنين. يلا من واحد إلى عشرين. واحد اثنين ثلاثة، باقي ستة وسبعة وثمانية وتسعة عشرة، وباقي 11 12. يلا حنين اختاري رقم. اختار لك انا. ستة. حرف الدال. حرف الدال يا حنين. يلا اعطينا حيوانات تبدا بحرف الدال. تيك. وش بعد؟ دجاجة. ها؟ ودب. ودب. دلفين. طيب عطيني كلمات او اسماء وسطها حرف الدال. الدال وسطها. بصعب عليك. صعب عليك. صعب. طيب تنتهي بحرف الدال. يلا سعاد. اسد. فهد. خالد. يلا يلا قولوا. خالد. عبد الصمد. يلا عطينا كمان. عماد. الودود سبحانه وتعالى. محمد. محمود. وداد. محمود. رعد. برق. لا رعد. اوه ما شاء الله ما شاء الله، كل هذول اللي اسمع عندك ما شاء الله تبارك الله. الله يا سلام يا سلام على تقوية الذاكرة، هذه كلها تقوي الذاكرة. كل ما حد يحاول يتذكر، حاول تذكر أكبر عدد من الأسماء حتى تحرك الذاكرة وتقويها، هذا تدريب لياقة للذاكرة.
شكرا يا عسل. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.